مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم. وقعت مصر بروتوكول تعاون فيما بينها وما بين الاتحاد الافريقي، والذي سيضمن استضافة مصر لوكالة الفضاء الافريقية. نتعرف اكثر حول هذه الوكالة، كيف ستدعم هذه الوكالة مصر ومختلف الدول الافريقية. يسعدنا ان يكون معنا دكتور همباني ميشيليني، مدير قسم التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الافريقي. Welcome sir at Extra News Channel. Thank you very much. شكرا. In the beginning, we want to know. في البداية نريد أن نتعرف منك عن تفاصيل هذه الوكالة الفضائية وكيف ستخدم مصر وباقي الدول الإفريقية. Science and space studies. Thank you very much. Space sciences. شكرا جزيلا. علوم الفضاء وتكنولوجيتها هي مهمة لتقدم الدول الإفريقية، وهي موضوعة على أجندة الدول الإفريقية لتحقيق التقدم 2032. حقا علوم الفضاء هامة لتحقيق التقدم، وهي موضوع على أجندتنا. لذلك قمنا بعمل استراتيجية لدعم مصر والدول الإفريقية في مجال العلوم الفضائية واستكشاف الفضاء، والتوقيت الآن يسمح لنا بشدة لعمل ذلك. وخطتنا هي كالآتي، وهي دعم الدول الإفريقية في هذا المجال وتطوير المجال الآن في الدول الإفريقية، وهذا ما تحتاجه كل الدول الإفريقية الآن. كيف فازت مصر باستضافة هذه الوكالة، وكيف ستقدم مصر دعما من وجهة نظرك لهذه الوكالة في مجال علوم الفضاء، ليس لمصر فقط بل لكل الدول الإفريقية؟ What we want is to promote intra-Africa collaboration. البرنامج الإفريقي الفضائي يتم عمله الآن من خلال مصر، لأن مصر تقدمت بطلب أن تستضيف هذه الوكالة ووافقت مختلف الدول على ذلك. نرى الآن أدلة واعدة لقدرة مصر على استضافة هذه الوكالة ودعمها، والتي تعتبر مهمة جدا للعمل في هذا المجال لمختلف الدول الإفريقية. بالتأكيد استضافة مصر لهذه الوكالة سيدعم العلاقات بين الدول الإفريقية، وخاصة في مجال البحث والدراسة بعلوم الفضاء. حدثنا عن الجهود المشتركة بين مصر والدول الإفريقية، خاصة في مجال البحث والدراسة في العلوم الفضائية. شكرا جزيلا. نحن نريد دعم الدراسات والأبحاث بين مختلف الدول الإفريقية في مجال الفضاء ومجالات البحث. الاتحاد الإفريقي وضع الآن قسم للأبحاث والدراسات الإفريقية في مجال الفضاء، والذي سيدعم البحث بين مختلف الدول الإفريقية والتعاون فيما بينهم لتحقيق التطور التكنولوجي المطلوب لهذه الوكالة، والذي سيكون من خلاله تعاون مثمر ما بين مختلف الشركات الإفريقية والتي تعمل في مجال الفضاء. ومتى سيبدأ التشغيل الفعلي لهذه الوكالة؟ The agency in Egypt. The adoption of the creation of the agency here. الآن الاتحاد الإفريقي ينظم هذه الوكالة في هذا التوقيت ليبدأ العمل الفعلي في هذه الوكالة، والذي سيأخذ ما يقرب من 3 إلى 4 سنوات. وهذا الوقت لا يكون لنا التأكيد بأننا الآن نستطيع العمل بشكل فعال، ولدينا كل الإمكانيات اللازمة وكل الأشخاص والكوادر التي نحتاجها للعمل بشكل جاد. سيبدأ الموضوع باختيار الموارد الإدارية، ثم بعدها باقي الكوادر التي نحتاجها في الوكالة، ثم الانطلاق بشكل مثمر لكل الدول الإفريقية. شكرا جزيلا لك ولكل المصريين ولاستضافة مصر الجديدة لهذه الوكالة، وكل الجهود التي تقدمها مصر للاتحاد الإفريقي وكل ما قدمته لعلوم الفضاء.